بتبقى حاجة حلوة قوي لما يكون عاشق الكيان، عاشق النادي الأهلي، حد فنان وعنده آلية ما، عنده طريقة ما، عنده وسيلة ما للتعبير عن اللي هو حاسس بيه تجاه هذا الكيان. ده اللي حاصل بحذافيره مع ضيفنا اللي هينور لنا تاني فقراتنا الحواريه النهارده، الفنان محمد صلاح مجر، الرسام الجميل اللي عامل شغل زي ما حضراتكم شايفين كده. أيوة. حاجه عظمه جدا. الله يخليك. صباح الفل يا محمد، وزي ما كريم قال كده بنسعد حقيقي لما يبقى فيه يعني شخص محب للاهلي وكمان فنان وبيعبر عن حبه للنادي الاهلي من خلال اي حاجه، سواء رسومات، سواء لوحات، سواء اعمال مثلا يدويه، شفنا ده كتير جدا. بس النهارده هنتكلم عن يعني اعمال فنيه من نوع برضو مختلف، نفهم ده ايه. بس قبل كل ده خلينا نعرف عنك اكتر، يعني خلينا نعرف مين محمد مجر اصلا. اتفضل. انا اسمي محمد مجر، من في كليه التربيه جامعه المنصوره، عندي 19 سنه. بدات بقى يعني تدرس اصلا الرسم ولا ايه؟ خلينا نعرف منك برضو. انا من وانا صغير كنت بحب الرسم، يعني كان عندي شغف في الموضوع ده وبحب اتعلم يعني كل انواع الرسم واتفرج على المواضيع في كل الانواع يعني. بس في فترة الحظر بقى من اول لما كورونا في شهر 3 سنة 2021 بدأت بقى احاول اتعلم حاجة جديدة في الفترة ديت عشان اسلي وقتي والكلام ده يعني في الفترة ديت. وبدأت اتفرج على انواع جديدة مش موجودة كتيرة في مصر يعني والكلام ده بيرسموها. بدأت اتعلم وادخل على، شفت فنانين كتير موجودين هنا في مصر بيرسموا بالطريقة ديت، فحاولت اتعلم بقى واقلد زيهم. دخلت على اليوتيوب والكلام ده بس ما فيش اساليب تعليم كتيره للاسلوب ده، فحاولت اتعلم بنفسي بقى مره في مره بقى، فطورت في الموضوع. وناوي الموضوع يعني تكمل فيه؟ هل ده ممكن يكون مجال شغلك بعد كده؟ هل فكرت في كده ولا دي هوايه انت بتمارسها ومخطط لنفسك حاجه تانية؟ هي لحد دلوقتي هي هوايه بمارسها في وقت فراغي والكلام ده. مخطط لنفسك ايه طيب؟ في المستقبل بقى ان شاء الله حابب يكون ليا الكارير بتاعي واستثمر الموضوع ده في حاجات كده في دماغي، افكار احاول اطبقها على ارض الواقع. حلو، برافو عليك. هو ده اسمه رسم ايه؟ رسم ايه؟ اسمه شخبطه. اسمه رسم شخبطه. بس انت اللي راسم بايدك الوشوش صح؟ على الموبايل، هو ديجيتال ارت على التابلت. برسم بقى بالقلم او بايدي بقى لغايه ما تطلع بالشكل ده. اوكي. وبعدين بقى تطبعها على اي حاجه، مش شرط ده خشب صح؟ ده خشب، بورتريه عادي. بركب الرسمه وابعتها لاي مكان بيطبع وبطبع البورتريه. بص، تخيل ان حتى الرسم بقى الكتروني، كل حاجه بقت الكتروني. والله صحيح. هل بتجد متعه لما بتستخدم يعني التكنولوجيا في الرسم طبعاً، ولا بتستمتع اكتر وانت جايب ورقه عاديه وقلم وبتشخبط على حد تعبير؟ هو على حسب، لو انت مثلا معكش موبايل او حاجه او حابب تغير. لا، يعني افترض ان معاك موبايل ومعاك كل المعدات، لكن يعني موبايل معاك موبايل وبيرد بس معاك موبايل، يعني دي صدفه غريبه شويه. انت كده اكدت لكل الناس ان انت معاك موبايل، فالحته دي مش هنشك فيها تاني. طيب، معاك كل الحاجات المطلوبه وفي نفس الوقت معاك ورقه وقلم، هتختار الحاجات التكنولوجيه وترسم عليها ولا هتسحب الورقه والقلم وتبتدي تشتغل عليها؟ بالنسبه للتكاليف والكلام ده، لو انت عايز ترسم على الورقه والكلام ده فهيكون مكلف اكتر، لكن ميزه بقى الرسم الالكتروني. الورقه الرسم عليها مكلف اكتر؟ مكلف، عشان تجيب الخامات بقى وعشان تجيب الاقلام والكلام ده. فهو مكلف شويه. تمام. فعشان بقى الرسم الالكتروني بقى البرامج الموجوده دلوقتي بتوفر لك كل ده، وتختار الالوان زي ما انت عايز. كل الالوان اللي موجوده، كل انواع الاقلام بقى، وتختار اللي انت عايزه. يعني الاوبشنز اكتر بكتير. ده اللي طبعا كل حاجة موجودة متاحة وفور فري، انت بتنزل ابلكيشن بس. طيب خلينا نعرف منك برضو بقى، انت دلوقتي بتحب الاهلي جدا وبتتابع الماتشات، وكنت بتروح تحضر وقت لما كان في حضور للجماهير وغيره، وعندك كده يعني رحلة عشق للاهلي ترجمت في اعمال انت بتعملها عشقا برضو في النادي الاهلي. عرضت الحاجات دي للبيع، رحت النادي الاهلي، اتكلمت مع اللعيبة، لسه كل ده نفسك تعمله؟ نفسي طبعا. يعني عايز تهدي كل لاعب طبعا، وكابتن بيبو اكيد نفسك ان انت توصل له ده. ايوه نفسي. طيب حلو، ممكن نعمل ده جدا على فكرة. هو اكيد هيسعد بتهيألي زي ما انتوا شايفين، هي حلوه جدا ومعموله تحس برضو بالتفاصيل الدقيقه جدا. يعني دي صوره ليه اصلا جديده؟ هي كانت صوره موجوده جبتها وظبطتها على تكون جاهزه للرسم، فبدات ارسمها بقى واظبطها والونها لغايه ما وصلت. بس انت ما قابلتش كابتن خطيب قبل كده؟ لا، يا ريت. ولا اي لاعب من الاهلي؟ لا، في لعيبه بقى من اول لما بدات، كان في لعيبه بتدعمني. اول رسمه رسمتها خالص كانت للكابتن حمدي فتحي.
اوكي اول رسمه شفتها خالص. بعدها بقى لما لقيته نشر الرسمه ودخل لي على الخاص شكرني، كانت في قمه الفرح ساعتها. ايوه عملت يعني. ريبوست طبعا. اكيد حلو ده. وحطيتها في الهايلايتس على الانستجرام. طريقه كانت الرسم دي نفسها اللي هي الرسم بالشخبطه، يعني هل هي اسهل من الرسم العادي ولا اصعب؟ وحرفيتها ايه يعني؟ هي ليها تكنيك معين يعني بترسمها. بتعمل يعني ايه خطوط في اي مكان عشوائيه عشوائيه لغايه بقى ما توصل وتستخدم بقى الضوء والظل عشان تبين الرسم اكتر وتحييها وتبدا بقى تظهر بالشكل ده. مين الداعم ليك؟ مين اللي بيقول لك برافو يا محمد؟ طبعاً. مين من صحابك ومن العيله؟ اول حاجه طبعا والدي ووالدتي طبعا. أوكي. كانوا اكبر داعمين ليا. وبعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي طبعا. تحياتنا ليهم طبعا. وبعدين بقى اصحابي، اكبر اصحابي كلهم كانوا بيدعموني ويشجعوني في اي مكان يقعدوا. ما حدش قال لك يا عم ايه الشخبطه دي يا عم مش هتروح توصل لده فين؟ طب حلو حلو جدا. طب انت ناوي تعمل معارض مثلا؟ حابب ان انت تعمل معارض ان شاء الله في المستقبل الكلام ده؟ اصلي لا فعلا على فكره حلوه، بس انت لازم تعملها على خشب اسود يعني. انا برضو عايز اعرف منك، هو انت ممكن ترسم على خلفيه سوداء او خلفيه بيضاء خلفيه رصاصي؟ بس ايه بتختلف بقى ايه طريقه الرسم من حاجه لحاجه. اوكي يعني حسب الباك جراوند اللي بيختاره الكلاينت او الشخص انت ممكن تظبطها يعني. ايوه تمام. اوكي تمام. ممكن ابقى والله ممكن اخليك تعمل لي واحده ان شاء الله. انا والله كنت ناوي بس هي الموضوع جه فجاه، كنت عايز اعمل صوص كريم وحضرتك يعني بس لا نعملها نظبطها مع بعض. واي حجم ممكن، احجام كبيره احجام صغيره ده تبقى حلوه جدا في الفالنتاين ده. لو كنت جيت معانا يومين فاتوا والله تبقى هديه حلوه جدا. طبعا كنت عرفت والله. كنت عندنا عيد الام، عندنا عيد الام لسه جاي. نورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. شكرا لك يا محمد، كل التوفيق ليك. وخلينا نختم بقى واوري كده برضو للساده المشاهدين كده اللي بيتابعنا دي من احلى ابو تريكا. ابو تريكا اوكي كان رد عليا مره برضو ابو تريكا بجد والله كان حلو. كنت في كومنت بس انت عاملها الوان بقى يعني دي الوان. اوكي دي رسمه، دي رسمه بيشتي تاو. حلو 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 قوي. وايه الرسمه الكبيره اللي تحت دي؟ دي رسمه كابتن سيد ابو حميد. كابتن سيد حلو قوي برضو. ان شاء الله بقابله واديها له. ده انت بجد حد موهوب وعامل شغل جميل ويا ربنا يكرمك كده ان شاء الله. طبعا. بص انت كده كده من خلال يعني انت جوه قناه الاهلي، فخلاص انا متاكده ان هم كلهم شافوا الحاجات دي باذن الله. يحسن انت بقى تقابلهم على الحقيقه ان شاء الله وتسلمها لهم كمان بنفسك ان شاء الله. شكرا يا محمد. فاصل.